مشاهدينا أينما كنتم أهلا بكم إلى متابعة نشرتنا الأخبارية وهذه عناوينها. في اليوم العالمي للسياحة تأكيد على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في السفر إلى جميع أنحاء العالم. الأمطار الغزيرة بنفط تكشف مجددا هشاشة البنية التحتية متسببة في تضرر بعض المنازل. وتكريم رئاسي لأبطال تونس في الألعاب الأولمبية والأولمبية الموازية ريو 16 والفين. تحتفل تونس اليوم باليوم العالمي للسياحة الذي اختارت منظمة السياحة العالمية أن يكون بعنوان السياحة للجميع، مؤكدة الرفع من حظوظ ذوي الاحتياجات الخاصة في السفر إلى جميع أنحاء العالم والنفاذ لوسائل النقل على اختلافها. الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في تونس تزامن مع توقيع اتفاقية بين المرصد الوطني للسياحة والمدرسة العليا للتجارة، اتفاقية تهدف إلى تشجيع طلبة الماجستير على دفع السياحة الجهوية من خلال طرح مشاريع تخرج لتركيز بوابات إلكترونية يمكن تصفحها للاطلاع على المعالم السياحية، وتشجع خريجي الجامعات على خدمة جهاتهم، وتؤمن جولات افتراضية في المعالم السياحية بكل جهة، وتقدم الأنشطة والخصائص الحضارية والطبيعية للجهات، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية والمواقع الأثرية. كما يتضمن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة العديد من البرامج والفقرات التنشيطية في عدد من المناطق، وسط تطلعات إلى إعادة كسب ثقة أسواق جديدة للنهوض بالقطاع بعد الأزمة التي حالت به نتيجة العمليات الإرهابية. عالميا دعا الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة إلى الاهتمام بمن يعيشون حالة إعاقة تحول دون تعرفهم على الثقافات الأخرى، والذين يبلغ عددهم 15% من سكان العالم، ما يتطلب وضع هذه الفئة صلب الاستراتيجية والخطط للنهوض بالسياحة. وطلب رفاعي الدول والوجهات والفاعلين في القطاع أن تجعل من وسائل النقل والمنشآت والخدمات العامة ووسائل المعلومات والاتصال قابلة للنفاذ من قبل الجميع بما في ذلك حاملي الإعاقة. وحسب المنظمة العالمية للسياحة فإن القطاع السياحي شهد تطورا على امتداد السنوات الخمسين الماضية، إذ قفز عدد السياح من 25 مليون سائح إلى 1.2 مليار. ونواصل نشرتنا مع المجال السياحي ونقترح عليكم هذا النقل وفيه تقييم لواقع القطاع السياحي بالمنستير، فالسياحة هناك تعود إلى نسقها التصاعدي رغم غياب الأسواق التقليدية بالجهة. في ظل الأزمة الحادة التي تمر بها السياحة التونسية خاصة بعد الحادثة التي شهدتها مدينة سوسة، فإن بعض المؤشرات توحي بعودة هذا القطاع إلى نسقه التصاعدي. تونس تغيرت نحو الأفضل، الأمن متوفر والاستقبال جيد والتونسيون متعاونون معنا. السياحة التونسية ينقصها الإشهار، ولا بد من العناية بالنظافة والبيئة، وهي رغم كل شيء تبقى وجهة سياحية مفضلة. So yes, we obviously welcome to Tunisia because we love Tunisia. We actually flew from Manchester. أنا محب وفي لتونس، رغم منع السفر على تونس في بريطانيا، فقد أتيت من مدينة مانشستر لأني أحب هذا البلد. We always come to Tunisia. We love Tunisia. We won't stop coming, no matter what happens. نقص حاصل في الوجهات السياحية التقليدية على غرار السوق البريطانية والألمانية والفرنسية، فمن الطبيعي أن يتأثر باقي القطاعات ذات العلاقة بهذا الميدان. فما شريحة الخدمة بكل كلام مع الروس. الأكثرية خدمتنا قبل كانت مع الألمان ومع الإنجليز والهولندية والبلج، بينما هذوما ما فيهم شيء، ناس يجيو كل السياحة كاو. فما ناس قولوا ديزون مافيا، معناتها يتسير فيهم هما، حتى كي يجيهم متسمين على المسير ولا على سوسة ولا كذا يهزوهم جيس لغرون سيرفاس باش يدبروا رسوم هما، وما يهمهمش في الحوانت ولا في البلاد العربي. ورغم ذلك يبقى الأمل قائما في أن تعود السياحة إلى سالف إشعاعها. موسم الصيفي هذا حاولنا أن نعوض النقص نتاع السواح الإنجليز بالسواح الروس
وبالسواح زاد الجزائريين لازم شويه تحرك باش يحاولوا نرجعوا ان شاء الله للصيف الجاي. قاعدين ننسقوا مع النزل باش يحاولوا باش يشاركوا في المعارض الدوليه. فما ارتفاع ملحوظ في عدد الوافدين من الجنسيه الجزائريه على منطقه المنستير، نحاولوا باش معناتها نزيدوا ندعموا ونزيدوا نروجوا وجهه المنستير على السوق الجزائري. مؤشرات باهيه حتى لاخر شهر اكتوبر. ونظرا لقيمه السياحة في الاقتصاد الوطني وتأثيرها المباشر على استيعاب اليد العاملة، فالكل مدعو من موقعه إلى الدفع بهذا القطاع حتى يتبوأ المكانة التي هو جدير بها. أمنيا الآن الاطلاع على جاهزية الفيلق الأول الترابي الصحراوي بمعتمدية إرمادا وتفقد المعدات من أبرز أهداف زيارة وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني اليوم ولاية تطاوين، زيارة تؤكد حرص الحكومة على التوقي من كل أشكال التهديدات المرتبطة بالإرهاب وتهريب الأسلحة إلى تونس. إلى ولاية تطاوين وصل وزير الدفاع الوطني في زيارة تفقد ومتابعة لاستعدادات القوات العسكرية العاملة على الحدود التونسية الليبية من جهة تطاوين من خلال أحزمة المراقبة الأرضية والجوية على مدار الساعة، زيارة استهلها بمتابعة تدخلات قوات الفيلق الترابي الصحراوي الأول برمادة للحد من ظاهرة التهريب ومقاومة الإرهاب، لا سيما في ظل استمرار التهديدات الإرهابية لبلادنا حسب ما أكده وزير الدفاع الوطني. قواتنا العسكرية قايمة بدورها خاصة في ما يتعلق بمحاربة التهريب والإرهاب، ولكن بالرغم من النجاحات بالرغم من الدور اللي قايمين به سواء في المناطق الحدودية أو في المناطق الجبلية مازالت التهديدات موجودة، لأن الوضع في ليبيا غير مستقر. أنا ليس هناك تهديدات جديدة، هناك تهديدات دائما موجودة احنا نرد بالنا. وزير الدفاع الوطني أشار من جهة ثانية إلى الشروع قريبا في استكمال الساتر الترابي العازل بتركيز المراقبة الإلكترونية على طول هذا الساتر الممتد من بنجردان إلى الهيبة. وبخصوص دعم المناطق الحدودية وتوفير مواطن الشغل لمواطنيها، أعلن الوزير تخصيص الحكومة الحالية لجملة من المشاريع لفائدتها، من بينها منطقة برج الخضرة الواقع على الحدود التونسية الجزائرية الليبية بإنجاز طريق يربطها بمعتمدية ترمادا. هناك مشاريع هامة كما رجي معتو كما الطريق بين قبلي ودقاش، وكذلك مشروع من برج الخضرة. احنا عندنا مشروع في برج الخضرة ان شاء الله باش نرجع برج الخضرة يكون فيها واحة لان فيها الماء ويكون فيها متسكنين، وان شاء الله نلقاو معناها من اعتمادات مالية باش نعملوا طريق من برج الخضرة لرمادة. وفيما رفعت قوات الجيش الوطني درجة جاهزيتها الى الاقصى، يستمر التنسيق الامني والعسكري والديواني تدعمه مساندة شعبية من قبل مواطني هذه المناطق الحدودية. حملة أمنية موسعة بسوسة أسفرت عن القبض على مجموعة من الأشخاص المفتش عنهم، حملة استحسنها المواطن حتى يشعر بالأمان في بلاده. بسوسة انطلقت حملة أمنية واسعة قامت بها الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها بمحطات النقل البري والمنطقة السياحية. واني واحد من الناس نفرح كي نلقى في طريق حملة كانت أمن، واحد يحس روحه مطمئن في البلاد هذه وفما رجال واقفة وراها. الواحد يحس على الأقل بالأمان في بلاده، واحنا الفترة هذه نسمعوا كان البركاجات البارح ودي عملوا له بركاج هنا. مع التعاون نصور المواطنين والأمن إن شاء الله يا رب إن شاء الله معناها نوصلوا نحسنوا الوضعية متاع البلاد، وبيان سور البريزونس متاع الأمن سخا حاجة طيارة على الأخر. حملة تفتيش ومراقبة وثائق الهوية والبحث عن عناصر مشبوهة بها حملة أمنية أسفرت عن إيقاف 40 مفتشا عنهم وحجز عشرات الدراجات النارية ورصد مخالفات أخرى. الحملة دي تدخل في نطاق الحملات المبرمجة بصفة أسبوعية وبصفة شهرية واللي تهم النظام العام والأمن العام والجانب المروري. الحملة دي أسفرت على النتائج إلى حد الآن خاطر ميزات متواصلة، عندنا 40 مفتش عنه، عندنا 25 دراجة نارية محجوزة، عندنا 4 سيارات مفتش عنهم، وكذلك عندنا بعض المخالفات المرورية
هذا إلى جانب بعض المخالفات الأخرى. ركزنا على الشريط السياحي وكذلك دخلنا حتى في الأعماق. وتتواصل الحملات الأمنية لحفظ الأمن العام بعد نجاحها في تأمين موسم صيفي سياحي موفق على جميع المستويات. في موضوع آخر، مدينة نفط غمرتها المياه إثر نزول كميات هامة من الأمطار منذ ليلة أمس واليوم والتي دخلت إلى بعض المنازل. عدد من المواطنين من مدينة نفط أكدوا تضرر منازلهم جراء تهطلي هذه الأمطار. من نزول الغيث النافع كانت كافية لتتحول فيها عديد المنازل بمدينة نفطة إلى أماكن مغمورة بالمياه، مخلفة وراءها حفر وتصدعات بالطرقات الرئيسية والفرعية، كما تدخلت على إثرية مختلف الأسلاك والحماية المدنية على عين المكان. افتقبت علينا الأمطار من هنا تجرى جرف كبير ياسر، ما عادش نلقوا نقدروا احنا هنا معه. هاك شوف الوضعية انتشان هنا، شوف الزوايا كيفاش، وها ولد عمي هنا كيفاش، ما نقدوش ولا نقدو لا نحلب ولا نقدو نالف ولا نقدو نالف حتى. كما أطلقت بعض العائلات نداء استغاثة من السلطة المعنية، خاصة بعد سقوط محول كهربائي على أحد المنازل. كما غمرت المياه عديد المنازل متسببة في سقوط بعض الجدران، وتم إجلاء عائلة إلى مقر دار الشباب بتدخل من الحماية المدنية. يعني العائلة متكونة من أمهم وثلاثة صغيرات ومعهم وليد. تم لهم يعلمونا بارك الله فيهم مواطنين، وجينا هنا وتمت عملية الإجلاء. عندهم الدار كاملة يعني فيها برشا شقوق، والحمد لله يعني مشيت بسلام العملية. قريت في دارنا جي 17 صغير، والمطر بدأت تصب المطر، قلت مانيش باش نسيبهم الذر، خاطر المطر مانيش معناها تحفظ على ذر الناس. يا أخي دازت علينا المطر بحكم أن دارنا معناها في هبطة، الماء تاع الشارع كله هبط علينا، وزيد أن معناها طاح الحيط دز علي الماء. والله قاعد عند الجيران تو. اي والهواء ايش نلقى كلنا كشوف دبو الماء نعبي في السطول هويانا. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث في مقر معتمديه نفط، وكنا من خلال متابعتنا لحالة الطقس وقراءة الأوضاع عن طريق الرصد الجوي، تحولت اللجنة الجهوية إلى مقر معتمديه نفط، وكانت في حالة انعقاد وقت نزول الأمطار. قرابة 60 مليمتر هي كمية الأمطار التي تهاطلت على مدينة نفطة، وإن تسببت في بعض الأضرار إلا أن تساقط الغيث النافع مثل بادرة خير واستبشر بها فلاحو أهالي الجريد. بجامعة صفاقس، وخلال الأيام العلمية والثقافية المنتظمة من 26 إلى 28 من سبتمبر الجاري بمشاركة ماربورغ الألمانية، تم إمضاء اتفاقية بين الجامعتين. على هامش هذه الأيام العلمية والثقافية، تم إمضاء اتفاقية بين جامعة صفاقس وجامعة ماربورغ الألمانية، وبذلك تفتح أبواب جديدة للتعاون العلمي بين الجامعتين. هي جاية في إطار يعني تطوير كلية العلوم وبالتالي جامعة صفاقس. كما تعرفوا أن جامعة صفاقس هي تولى 10 في على 120 جامعة مصنفة عربيا، مكانتها مرموقة، وباش نطوروا المكانة هذه يعني يلزمنا احنا كنا عندنا انفتاح على العالم وعلى الجامعات الأجنبية. الفرصة التبادل يعني يوجد في هذا البرنامج، وأيضا نتمنى أن نعمل العلاقة عميقة في المستقبل، خاصة في المجالات التبادل الطلاب. التوام هذه من شأنها أنها تساهم إيجابيا خاصة في مجال البحث العلمي، تبادل الخبرات بين الجامعات، تبادل فرص العمل أيضا بين الجامعات، تبادل الأنشطة الثقافية أيضا، هذا من شأنه أنه يرتقي بجامعة صفاقس. الأيام العلمية والثقافية بجامعة صفاقس تمتد على مدى 3 أيام بمداخلات علمية ومحاضرات. أساس أنها تدعيم العلاقات العلمية والعلاقات البيداغوجية، وإمكانية يعني بحث تبادل في الطلاب في الدراسات، خاصة الدراسات يعني التروزيام سيكل يعني الدكتوراه. استضفناهم لهنا في صفاقس لإلقاء محاضرات للطلبة والأساتذة في تونس، وتفعيل البحث العلمي بين الأساتذة والطلبة بين تونس وألمانيا. وسيتم على هامش هذه الأيام تقديم مراكز البحث بجامعة صفاقس والتعريف بجامعة ماربورغ الألمانية، مع إتاحة الفرصة للطلبة للتفاعل مع الوفد الألماني.
في المجال الطبي يوم علمي بالقصر انضم أطباء الأسنان من مختلف ولايات الجمهورية لتشريك زملائهم بولايات الوسط والجنوب من مواكبة المستجدات وأحدث التقنيات في هذا الاختصاص الطبي. أكثر من 150 طبيباً مختصاً في طب الأسنان من مختلف ولايات الجمهورية وعشرة أساتذة جامعيين حلوا ضيوفاً على ولاية القصرين للمشاركة في فعاليات اليوم الأول لطب الأسنان، يوم علمي المراد منه مواكبة المستجدات العلمية في طب الأسنان وتكوين وتأهيل الأطباء. المناطق هذوما يستحقوا باش يشوفوا التقنيات، مش باش يجيوا لتونس ولا المستير في المعارض الكبرى، دونك يجيوا لهوني يشوفوا نوفوتي ويكونوا اجور ويعطيو لي باسيون كو سو سوا في قصرين ولا سيدي بوزيد وقفصة ولا زونفيرون كل يعطيوهم لا ميم كاليتي دو سوان في المناطق الاخرى. الهدف الاول هو تحسين جودة الخدمات بالنسبة للمواطنين بجهة القصرين. معدات طبية حديثة تم عرضها خلال هذا اليوم العلمي. الانسترومنتاسيون ليكيبمون في الكل في شر وحدات الولايه عندنا خمسه كراسي نتاع اسنان جايين خاطر الاخرين جدد بدلوا ديجا، آلات التصوير فما برشا كراسي رينا نقص في آلات التصوير، فما سبعه آلات تصوير جايين. حبينا نجزوا اليوم العلمي هذايا فيه برشا ابعاد بعد علمي يعني المستجدات في مجال طب الاسنان وورشات عمل. عندنا برشا نقص في المدخيه اما قاعدين ان شاء الله نعديو في ديمون دو كوموند وربي يسهل ان شاء الله وتبدا الظروف خير في مستشفيات فرينا وان شاء الله لي فورماسيون دوما يتعاودوا برشا في القصرين. وتطرق المتدخلون الى اشكاليات وحده طب الاسنان بالقصرين من نقص في المعدات وطب الاختصاص، وتمت الاشاره الى اهميه تفعيل مشروع بناء قسم الاسنان المعلن عنه ضمن المشاريع المبرمجه منذ سنه 12 و2000 للمستشفى الجهوي بالقصرين. أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم بقصر قرطاج على موكب تكريم الرياضيين المتواجين بميداليات في الألعاب الأولمبية والأولمبية الموازية ومدربيهم في دورة ريو دي جانيرو 16 و2000، حيث تولى رئيس الدولة إسنادهم الوسام الوطني للاستحقاق الرياضي. وحيا رئيس الجمهورية في كلمته المتواجين على ما حققوه من نتائج متميزة مثمنا إرادتهم القوية وإصرارهم على تشريف الراية الوطنية. كما أثنى رئيس الدولة على مبدأ إقرار المساواة بين الرياضيين الأولمبيين فيما يتعلق بالمنح المسندة إليهم، داعيا الحكومة إلى توفير أحسن الظروف للنخبة الرياضية لتحقيق نتائج متميزة في المحافل الرياضية الدولية. كما حث الرياضيين على الاستعداد والتألق في الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020. صعوبات جمة وإمكانيات مادية محدودة تواجهها الجمعية الرياضية النسائية بتستور رغم إحرازها عديد المرات على نتائج مشرفة في البطولات المحلية والوطنية. بإمكانيات مادية محدودة ودعم متواضع لكن بإصرار كبير تمكنت الجمعية الرياضية النسائية بتستور من ولاية باجة منذ تكوينها منذ 3 سنوات من حصد عديد الألقاب والجوائز على المستويين الوطني والمحلي في مختلف الأصناف. الجمعية جابت نتائج مشرفة في الجمباز، حصلت على بطولة تونس 2014 في المستوى الأول على المستوى الفردي ومستوى الفرق، حصلت على بطولة تونس في 2015 و2016 على 3 مستويات. حصلنا سنة على سوبر كوب، نافسنا جمعيات عريقة جدا كما المنزه كما سليانة كما صفاقس، فهمتني، وفزنا بالسوبر كوب بفضل هالبنيات الضمة. سر تألق هذه الجمعية الرياضية الفتية حسب رأي رئيسة الجمعية يعود إلى الانضباط والاجتهاد في العمل رغم عديد الصعوبات المادية واللوجستية. بالنسبة للانضباط والخدمة تبارك الله عليهم الكليكا لولي معاونينا برشا برشا برشا. جمعية تعاني من صعوبات كبيرة، أول حاجة بتشوفوا في القاعة، القاعة هذه يعني غير مهيئة ونرينوا فيها في ثلاثة معناتها في صنفين، الجمباز في شيرة والفولي في شيرة، ماناش موافقين في الوقت على مستوى الأجهزة، ناقصين برشا أجهزة. نطلبوا شوية دعم من سلطة الأشراف باش تدعمنا باش البنية تضمى ما يذيعوناش. عدد من الرياضيات ورغم صغر سنهن عبروا عن تعلقهن بممارسة الرياضة على غرار الجمباز وكرة الطائرة. عندي 7 سنين نترينا وعندي 14 ميدالية وانا لاقيه التشجيع لهنا من عند والدي ومن عند لي زونترونور. يشجعوا فينا اما ناقصتنا ساله، معناها نحبوا توفروا توفير ساله
باش تتحسن النتائج. الجمعية الرياضية النسائية بتستور جمعية تعج بالمواهب وتعلق عليها الجهة آمالا عريضة للإحاطة بالمواهب الرياضية المختلفة وصقلها لتكون قدوة لغيرها من أبناء وبنات الجهة. وفي الختام نذكركم مشاهدين بعناوين نشرتنا. في اليوم العالمي للسياحة تأكيد على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في السفر إلى جميع أنحاء العالم. الأمطار الغزيرة بنفط تكشف مجددا هشاشة البنية التحتية متسببة في تضرر بعض المنازل. وتكريم رئاسي لأبطال تونس في الألعاب الأولمبية والأولمبية الموازية ريو 16 و2000. نشكر متابعتكم وفي أمان الله.